طيب زي ما احنا متعودين دايما في صباح الخير يا مصر بنحاول ان احنا نلقي الضوء ونقدم لكم نماذج مضيئه من شباب مصر اللي عايشين تحديدا في الخارج ويعني بيرفعوا اسم مصر في كل المحافل وبيكونوا حريصين على رفع ورفعه رايه الوطن تحديدا. النهارده هنقدم لكم واحده من بنات مصر الناجحات المتميزات وهي بسنت عبد الرازق اللي رحلتها بدات من كليه الطب في مصر ومستمره في اوروبا وتحديدا في المانيا بسنت بجانب تخصصها الطبي عندها موهبه الموهبه دي هي موهبه الرسم وعلشان كده عملت معارض باسمها سواء كان في مصر والمانيا استهدفت من خلال هذه المعارض تحديدا مساعده اللاجئين في كل انحاء العالم قصة جديدة لأبنائنا في الخارج هنتعرف على تفاصيلها من بسنت عبد الرازق اللي موجودة معانا من خلال تطبيق زوم صباح الخير يا أستاذة بسنت صباح النور الأخبار يعني احنا بس في البدايه بنرحب بيكي ويعني فخورين باللي انت بتعمليه والمعارض اللي بتقدري من خلالها اللي انت تساعدي اللاجئين عاوزين نعرف ايه الحكايه ايه القصه بدات الرحله العمليه ليكي والفنيه كمان يعني في مصر ازاي تحديدا وازاي بقى ليها امتداد عندك في المانيا آه طيب هنتكلم الاول على تب أنا خلصت طب 2017 وبعد بعد ما خلصت على طول التحقت بفريق بحثي ما بين جامعه في المانيا اسمها وجامعة والقصر العيني من خلال الفريق البحثي ده يعني اطلعت على العمل في المانيا و وازاي ان هم مهتمين بالبحث العلمي فكان بالنسبه لي في فرصه ان انا اسافر المانيا واخد تدريب هناك في مستشفى فمن ساعتها وانا قررت ان انا ان شاء الله اكمل يعني الكارير بتاعي في المانيا <applause> أم تاني كملي يا بس وبعد كده جالي فرصه عمل مع اليونيسيف ار منظمه اللاجئين في القاهره نعم فكنت بتعامل مع اللاجئين بالنسبه لي دي قضايا مهمه جدا من ساعه ما حصل الـ 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 يعني الازمه في سوريا 2010 وكان كان نفسي ان انا أشا... يعني اشارك فيها طبيا يعني اكون بعمل حاجه لل كل دور ايجابي للاجئين حاجة. تحديدا ومساعدة اه بالظبط طيب, آه أنت... يعني. آه طيب بس فده بدا الالهام يعني طيب فسانت انت ايه آه اللي خلاكي تستخدمي بقى رسوماتك آه في يعني في معارض اللي بتساعد بيها اللي اللاجئين يعني عملتيها ازاي في الاول؟ هو بالنسبة المعرض كان كان جزء من الاهتمامات بتاعتي خلال السنة الدراسية ده كان نوع من أنواع التشجيع من الكلية نفسها لأنه في بروفيسور هو اللي كان متبنينا يعني فنيا وقدرنا من خلاله إن احنا نعمل المعرض بتاعنا شايف مواهبنا وحب إن احنا إن احنا نقدم المعرض بتاعنا ده أي علاقته باللاجئين أنا شغلي حاليا عن الهيلث أويرنس أو التوعية الصحية فأنا باخد يعني زي عناصر من رسوماتي وعناصر من الحاجات اللي انا بعملها في الشغل بتاعي وفي الـ وفي الكامبينز او الحملات التوعويه اللي انا اللي انا بعملها احنا شايفين كنا على الشاشه دلوقتي رسمه بنت يعني بتعيط على مركب اوكي فده نوع من انواع ايه لو هي نفس انا مش شايفه بالظبط عندك بس لو هي نفس الصوره دي هي مش هي بتحلم هي مش بتعيش بتحلم طيب هي دي اسمها سبع بحور دي عن السفر وال ويعني وال والمغامرات والحاجات دي طيب بس انت يعني معلش كل المتابعين دلوقتي هيسالوا سؤال مثلا ايه علاقه الفن بالطب بمعارض لمساعده اللاجئين اللي إيه خلاكي تقرري اللي انت تسخري وقتك ومجهودك وحياتك بشكل عام لدعم اللاجئين بالنسبه لي هي قضيه مهمه جدا لانه اللجوء او الهجره بشكل عام من اصعب القرارات الانسان ممكن ياخدها فمش الحياه نفسها ما بتبقاش سهله وخصوصا على الجانب اللي هو المنتل هيلث او الصحه النفسيه. فانه ان هم يتلقوا الدعم اللي هم محتاجينه دي حاجه مش دايماً تبقى مش دايما بتبقى موجوده ومش دايما بتبقى سهله خصوصا في المجال الصحي او الطبي. فده بالنسبه لي كان الـ الـ الهدف انه انه القضيه مش واخده يعني حقها قوي في, في هذا الجانب يعني ممكن يتعمل اكتر من كده فاهمني؟ واحنا دلوقتي في ازمات كتير قوي اخرها الازمه مع اوكرانيا. فللاسف في في لاجئين كتير قوي في العالم فالجانب الطبي ما بيبقاش اهم حاجه لان هم بيبقوا مثلا في الاول عايزين يشوفوا السكيورتي عايزين يشوفوا الفلو يعني فاهم الفاينانشال ستابيليتي او ان هم يبقوا اقتصاديا كويسين فالجانب فجانب الصحه النفسيه ده بيكون اخر حاجه الناس بتفكر فيها او جانب الصحه بشكل عام بيكون اخر حاجه هم بيفكروا فيها او ما صحيح رغم اهميتها بشكل عام اه بالظبط اه بس انت بتطمحي لايه يعني انت بتحاولي تساعدي لاجئين وموجوده في بلد غريب عن بلدك عايشه فيه بتعملي دكتوراه كمان دلوقتي زي ما انا عرفت فبتطمحي تشوفي ايه المستقبل اللي انت عايزه تشوفيه إيه؟ انا نفسي اكمل ان انا يعني يبقى عندي الجرأة والشجاعة ان انا دايما اشتغل في حاجة انا بحبها وان انا افضل يعني مصدقة احلامي كلها على جميع الجوانب الشخصية والعملية واقدر ان انا اسيب اثر كويس للناس وان هما، لو قدرت فعلا اساعد ناس على قد ما اقدر او اعمل زي اثر ايجابي في الناس ده بالنسبه لي هكون خلاص ماي ميشن از done يعني انت بالفعل عملتي كده يا يمكن سنك بان عليه انه صغير وانت في سن صغير قوي قدرتي ان انت تحققي اسم كبير يمكن في مجالات مختلفه منها الطب والرسم كمان بنتمنالك مزيد من التوفيق وان شاء الله تقدري تعملي اكتر واكتر واحسن كمان ولو في كلمه كده تقوليها سريعا للشباب اللي بيدرسوا طب اللي بيتفرجوا عليكي تقولي لهم ايه؟ آه شكرا، <applause> بالنسبة لي نفسي بس أقول لهم إنه الطب صعب جدا من أصعب التخصصات بس من أحلاها وإحنا زمان كنا بنقول على الدكتور حكيم كان بيبقى فيه جوانب كتير قوي للطبيب مش بس الجانب العملي ال كان بيبقى فيه زي راحة نفسية بنحسها مع الدكتور فلازم ي ي يعني يشتغلوا على الجوانب الأخرى من شخصيته ودي أهم حاجة العامة يعني بيقول. كل الشكر لك بسانت عبد الرازق وبنتمنالك لك مزيد من التوفيق